Arab Economic News هي منصة إعلامية عصرية وفريدة في شكلها ومضمونها، مبتكرة من رئيسة التحرير الصحفية فيوليت غزال البلعة، تستهدف الاقتصاد والمجتمع من لبنان والعالم. بانسيابية سهلة يتوفر تطبيق Arab Economic News مجاناً عبر الهواتف الذكية أبل وأندرويد، ويمكن أيضاً متابعة الأخبار والمقابلات والتقارير وخدماتها الحصرية والعصرية عبر زيارة موقعها الإلكتروني الجديد على هذا الرابط www.arabeconomicnews.com، إضافة إلى تواجدها على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. Arab Economic News. Stay connected to be updated.